السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلابي طلاب الصف الخامس في الوحدة 15 العصر. سنتناول في هذه الوحدة نص القراءة المسح صفحة 62 و63. السلام عليكم، أهلا بكم طلابي طلاب الصف الخامس في وحدة جديدة وهي الوحدة 15 بعنوان العصر. سنتناول اليوم درس القراءة بعنوان المسح في صفحة 62 و63. درسنا هو المسك، فقد قال تعالى في محكم كتابه: ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، إلى نهاية الحديث. فقد شبه لنا الرسول الكريم الصاحب الصالح والرفيق الجيد بحامل المسك، فهو إما أن يعطيك مسكا، وإما أن تشتري منه المسك، وإما أن يعطيك بعطر جيد وثمين. فقد شبه لنا الرسول الكريم الصاحب الجيد بنوع فاخر وثمين من أنواع العطور. سنتعرف في هذا الدرس مصدر هذا العطر وهو المسك، سنتعرف مصدره ومن أي الحيوانات يؤخذ وعن صفات هذا الحيوان. 63. قال تعالى في محكم كتابه: ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. فقد شبه لنا الرسول الكريم في هذا الحديث مثل الرفيق الجيد وصاحب الخير ببائع المسك، فإن لم تشتري منه مسكا فهو يعطرك بعطره الجميل. ولكن لماذا ذكر المسك في القرآن الكريم وورد في السنة النبوية؟ المسك عطر قيم ثمين، وسنتعرف الآن مصدره والحيوان الذي يستخرج منه هذا العطر في هذه الفقرة، فلنقرأ معا. سنبدأ أولا بقراءة الفقرة الأولى. المسك. المسك اسم لطيب من الأطياب القيمة ذكر في القرآن الكريم. قال تعالى: ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومصدر المسك الغزال، وليس كل غزال ينتج المسك، وإنما الذي ينتجه إيل يعرف بإيل المسك. شعره بني رمادي طويل، وإيل المسك خواف يسعى لطلب طعامه ليلة، وهو سريع الهرب، ولهذا لا يجد الصيادون إلا نصب المصائد سبيلا للوصول إليه. سنتعرف بداية إلى معاني الكلمات. المسك. المسك اسم لطيب من الأطياب القيمة ذكر في القرآن الكريم. قال تعالى: ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومصدر المسك الغزال، وليس كل غزال ينتج المسك، وإنما الذي ينتجه إيل يعرف بإيل المسك. شعره بني رمادي طويل، وإيل المسك خواف يسعى لطلب طعامه ليلة، وهو سريع الهرب، ولهذا لا يجد الصيادون إلا نصب المصائد سبيلا للوصول إليه. فالمسك عطر غالي الثمن، وهو عطر قيم ثمين. ومصدره، من أين يستخرج هذا المسك؟ إنه يستخرج من الغزال، ولكن ليس كل أنواع الغزال يستخرج منها المسك، وإنما نوع خاص من الغزلان يسمى بإيل المسك لما له علاقة بالمسك. وسنتعرف لماذا يسمى إيل المسك في الفقرة اللاحقة. وإنما الآن سنتعرف على مواصفات هذا الإيل. سنتعرف المواصفات الخاصة بهذا الغزال. فشعره بني رمادي، ومن صفاته أيضا أنه جبان وخواف، لذلك لا نجده يبحث عن طعامه في النهار، وإنما لا يسعى لطلب طعامه إلا ليلا، وهو سريع جدا، وهو سريع الهرب، فلا يستطيع الصيادون اصطياده ولا يتمكنون من المساك به، ولا يجدون طريقة لذلك إلا بإقامة المصائد ليصطادوا ويستخرجوا منه هذا العطر القيم. طيب بمعنى عطر القيمة أي الثمينة.
إيال الذكر من ضأن الجبل وهو أحد أنواع الغزال. خواف أي كثير الخوف. نصب إقامة. لقد تعرفنا في هذه الفقرة على أن المسك من العطور الغالية الثمن ومن العطور الثمينة، وقد ورد ذكره في القرآن الكريم. أما مصدر هذا المسك فهو من الغزال، ولكن ليس كل أنواع الغزال تحتوي على المسك. هناك نوع خاص هو إيل المسك، وسمي بإيل المسك لأن فيه جزءا معينا في بطنه يحتوي هذا المسك. وصفات هذا الغزال أو هذا الإيل بأن شعره بني رمادي طويل، والإيل هذا يمتاز أيضا بأنه جبان خواف، لذلك لا نجده نهارا يذهب لطلب طعامه، إنما يسعى لطلب طعامه ليلا من شدة خوفه، وهو سريع الهرب، لذلك لا يتمكن الصيادون من اصطياده إلا عن طريق المصائد التي يصطادون بها هذا الغزال ليستخرجوا منه المسك. معاني الكلمات في هذه الفقرة: طيب بمعنى عطر، القيمة أي الثمينة، إيل الذكر من ضأن الجبل وهو أحد أنواع الغزال، خواف أي كثير الخوف، نصب بمعنى إقامة. الفكرة الرئيسية في هذه الفقرة: الإيل أحد أنواع الغزال وهو مصدر المسك. الفكرة الرئيسة: الإيل أحد أنواع الغزال وهو مصدر المسك. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم طلابي طلاب الصف الخامس في الوحدة 15 التراتيب والأساليب اللغوية. سنتناول اليوم درسا وهو ظرف الزمان والمكان في الصفحة 65 و66. ظرف الزمان هو اسم منصوب يدل على زمن حدوث الفعل ونسأل عنه بمتى. أما ظرف المكان هو اسم منصوب يدل على مكان حدوث الفعل ونسأل عنه بأين. من الأمثلة على ظرف الزمان: وقت، وساعة، دقيقة، يوم، أسبوع، شهر، سنة، عام، لحظة، مدة، صباح، مساء، نهار، ليلة، ظهر، برهة، فترة، حين، قبل، بعد، طوال، خلال، أثناء، قبل، وبعد. ومن الأمثلة على ظرف المكان: بين، وسط، عند، تجاه، لدى، تلقاء، نحو، وحول. وهناك أيضا أسماء الجهات الست: فوق، وتحت، وأمام، وخلف، ووراء، يمين، وشمال، ويسار، وأيضا شرق، غرب، جنوب، شمال. وأيضا أسماء المكان التي تدل على مقادير مثل ميلة، فرسخة، وكيلومتر.
عليك عزيز الطالب أن تلاحظ أننا قد نستخدم نفس الظرف، فتارة يكون ظرف زمان وتارة أخرى يكون ظرف مكان، وذلك يعود إلى الكلمة التي نضعها بعده. فنقول انتظرتك عند المسجد، نلاحظ أن المسجد مكان، وكلمة هنا وكلمة عند في هذه الجملة كانت ظرف مكان. أما في الجملة الثانية انتظرتك عند المساء، المساء يشير إلى زمن، لذلك كانت عند في هذه الجملة ظرف زمان. وكذلك كلمة بعد، لا تمر بعد هذا الخط. إذن لا تمر بعد هذا الخط، بعد هنا في هذه الجملة جاءت ظرف مكان. والجملة الأخرى، لا تسهر بعد منتصف الليل، بعد في هذه الجملة جاءت ظرف زمان. وهناك أيضا كلمة بين، حضر الأستاذ بين الساعة التاسعة والتاسعة والنصف، فكلمة بين هنا تدل على زمان، لذلك هي ظرف زمان. والجملة المقابلة لها، وقف الأستاذ بين تلاميذه، فبين هنا تشير إلى مكان، فهي ظرف مكان. عليك عزيزي الطالب أن تقوم بحل هذا التجديد. عين ظرف المكان في الجمل الآتية. الجملة الأولى، يقف المصلون خلف الإمام. الجملة الثانية، يطوف المسلمون حول الكعبة. ثالثا، تضع السبورة أمام التلاميذ. رابعا، تجلس البنت فوق العشب. وعلينا أن نعرف أن الاسم الذي يأتي بعد الظرف نعربه دائما مضافا إليه مجرورا. فلنقم بحل هذا التدريب أعزائي عن ظرف الزمان. عليك أن تعبر عن الصور الآتية موظفا ما بين القوسين، صباحا وليلا وعصرا. انتهى الدرس. عليكم أحبائي حل الواجب الموجود في السؤال في الصفحة 66، وهو السؤال الأول والثاني. دمتم سالمين.